بقول لك ايه؟ امري يا ست انا امري. ما شفتش الواد زيزو الكهربائي يا جعوره؟ انا اسمي جعور مش جعوره. صدق بالله انا كل ده فاكراك جعوره. ما تزعلش. طب ما شفت الزيزو؟ مش معنى سيسو؟ ما اللي يعمل سيسو انا ممكن اخدم حضرتك فيه. انت كهربائي؟ لا انا مش كهربائي، بس اتعلمه عشان خاطر حضرتك يا ست العرايس. على ما تتعلمها بقى كنا انا رحت شفت فين زيزو. طب رايحه فين يا ست سناء؟ رايحه فين يا معلم شرشابي؟ يا معلم ست الكل بنفسها. ازيك يا صالح؟ محدش بيشوفك يعني. موجود يا ست الكل. بقول لك ايه؟ ما شفتش زيزو الكهربائي؟ زيزو؟ شفت. مش هصفلك. ايه يا اخويا احنا هنشتغل بعد على الصبح؟ عارف ولا هتفرهدني؟ يا ست اهدي عليا شويه، ده انا عارف كل حاجه بس قولي. اقول لك ايه؟ هو منين بيودي على فين؟ من احسان لهاله يا على الكراكون يا على المأذون، انت وبختك بقى. عرفت منين ان شاء الله؟ العصفوره قالت لي. العصفوره منها لله. الحق يا ست سناء الحقي. ايه يا اخي صبري عايز مني ايه؟ المعلم الشمشابي متنفرس كده على الاخر، وانا خايف لحسن يجرى له حاجه. تلاقيك انت اللي نرفزته. والله ما انا كنت قلت له ايه؟ ما عملتليش حاجه خالص. قلت له ايه يالا؟ ما قلتلوش، هو عايزه كده متنفرس والله. لا لا ايه؟ انت يا بنت ايه اللي منزلك بمنظرك ده من فوق؟ هو انت على طول منظري ده مش عاجبك؟ الحق عليا يعني، انا بشوف طلبات البيت بدل ما انزل زن عليك. زن؟ هو في زن انيل من كده؟ في ايه؟ عايزه ايه؟ مش عايزه حاجه. النهارده الصبح اتكهربت وكنت هموت وتخلص مني. عايزه زيزو الكهربائي. يا رب انت وامك بحق جاه النبي في ساعه واحده. عايزه ايه يا اختي؟ عايزه المعفن الكهربائي زيزو. زيزو؟ طب اطلعي وانا هندهولي. يا بنت خلاص اطلعي فوق يا بنت وهبعته لكم. طب والنبي يابا بسرعه ما تاخرهوش. يا زيزو قول يا اسطى. كتير كده عامل ايه؟ ولا كتير ولا حاجه. شوف يا اسطى في ايه معاك؟ عم السكه كانت زحمه. يا ريس جاي. تعالى. حاضر يا ريس انا جاي. تعالى كل معايا لقمه. ما ديك شايف بقى يا عم لطفي يا عم سيبك منه، تعالى كل معايا لقمه. معلش مره ثانيه بامر الله. ايوه يا رياسه. يا عم حاسب يا عم. بس انت امور يا رياسة. يا ست ايه بقى؟ ده انت من وانت قد كده وانت مشاكس. اه غلبان يا معلم وربنا. غلبان؟ انت غطسان فين يا ابني؟ بندور عليك بمنكاش بقالنا كتير. انا تحت امرك يا ريس اهو. والله عمك قنديل قالب عليك الدنيا. ده ايه انا وعدت وفنيت بيه؟ انا مؤاخذة يعني، انا مين عشان اوعد واكلمك؟ ده انا غلبان. اه غلبان قوي. وربنا غلبان. وربنا لو قعدت اكلمك ثلاث ساعات ما اطلع منك بجملة. بدل بقى ما اطلع منك بجملة اطلع صلح السخان اللي انت بوظته. طب نص ساعة بس يا معلم. ولا دقيقة. بنت الكهرباء كانت هتروح فيها النهاردة. اعملها اتنين لينيا وغير بقى وحط لهم فيشه جديده. امرني امرني يا ريس. يلا يا اخويا بسرعه بسرعه. اه يا زمن. بس هذا جعور. لا يا معلم. انت اتخرست ليه؟ اغيرك واجيب واحد بدلك ينادي ولا ايه؟ لا انا صوتي ما وجعنيش خالص يا معلم. يلا يا اخويا. عندنا غساله عاديه، عندنا غساله موتوماتيك. موتوماتيك. تعال يا حاج خدي لك هديه. وقرب يا ابن الحلال. يلا يلا روح قرب الناس من المحل يخرب بيتك. شاي بالنعناع يا سيدي المعلم. تسلم ايديك يا سناء، حطيها عندي لحد ما اخلص. وخلي امي تيجي تستلم بنفسها الفيشه، مش كل شويه تحرجيني مع الراجل. ما الفيشه هي اللي كل شويه بتسخن. ما انت لو صنايعي شاطر مش هتخليها تسخن. فيشه سافله. عندها امك. امي نايمه في اوضتها. طب بقول لك ايه يا زيزو؟ ايوه يا ستي. ما تعرفش من غير لمس بقى. الله خلاص يا اخويا من غير لمس. جسمي بيقشعر. خلاص خلاص. ما تعرفش محامي كويس؟ اعرف بس عايزاه ليه؟ اصل انا عايزه اتطلق. تتطلقي؟ الراجل لسه مرمي في الحبس تروحي تتطلقي؟ بقول لك ما تستهبلش عليا، انا عايزه اتطلق علشان. عشان مين يا اختي؟ عشانك. مالو؟ شرب.
الناس عشان ما نلعبش في دماغ بعض. احنا اتفقنا اللي بينا صحوبيه، استجداع، استلطاف، مش اكتر، ولا نسيتي؟ يا عبد العزيز حس بيا شويه يا ود، انا بقيت احلم بيك. يا ربي، هو انا كل ما اركز في المصلحه ورقمه العيش تطلع لي مصيبه من تحت تقطيع الارض كان العكسات مصروفه لي؟ ويعني يا اخويا، هو انا كنت سالتك بتعمل ايه عند قنديل في مخزنه؟ خرب بيت ام المخابرات اللي مشغلاها. هو انت فاكر ان في حاجه في شارع عبد العزيز بتحصل وتخفى عني انا؟ بقول لك ايه يا زيزو، ما تقابلني بكره. لا بكره ولا بعده ولا بعد شهر كمان. عندي خبر هيخليك تترمي في حضني وما تطلعش. يا ست خبر ايه اللي عني بقى وسيبيني. لبنى هتتقري فتحتها الاجازه الجايه على العصر. مش هيحصل. يبقى تقابلني بكره عشان تعرف بقيه الموضوع. اه يا مراري منك يا سناء يا بنت الشرشابي. ايه يا اما التركيز اللي انت فيه ده؟ خلاص يا حاجه، انا ظبطت الفيشه بامر، ما فيش حاجه. تقولي حاجه تانية ولا تكل على الله؟ رايح فين يرحمك؟ لا جرى ايه يا طنط، انت مش حرامي في دوره الميه؟ ايه مالك؟ مالي؟ جتملي يا اخويا لما تبقى تململك في ضلوعك. بقول لك ايه يا اما، انا عارفه الحركات بتاعتك دي كويس قوي، عايزه تعمليهم اطلعي عندك التليفون بره وقولي للشرشابي اللي انت عايزاه. لا 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 لا، ده انت فجرتي على الاخر، وعايزه تاكلي قلم على وشك عشان ما تصلي على النبي يا حاج امهار. الله سلام يا حبيبي، في ايه؟ مفيش حاجه حصلت، ده كله هلا ولا حصل. امشي انت يا زيزو، اما شوف ايه موضوع الوليه دي. امشي وامشي انت يا زيزو. يا ولاد المجانين، ما تنساش بكره هستناك. امشي يا زفته. نعم، عايزه مني ايه في يوم اللي مش معدي ده؟ عايزه اعرف ايه اللي في دماغك بالظبط؟ ما هو كل يوم والتاني تبعتي تجيبي زيزو الكهربائي، قال ايه؟ فيشه الحمام ضربت. مش عليا انا الكلام ده، اكيد في بينك وبينه حاجه، بترتبوا حاجه من ورا ظهري. عايز اعرف ايه اللي بينك وبين الكهربائي قبل ما فشفش عظمك وانت واقفه. اللي بيني وبينه حب من طرف واحد، بجري وراه بتدلدق عليه وبتحايل عليه وتقلان عليا، مش راضي. وبيني وبينك هيرضى بيا ليه؟ ده انا واحده خارج بيت. ياما خليني شايله في قلبي وسكت احسن، لو انفجرت هولع فيكم كلكم. لا 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 لا، ده مش انتي. ايه يا بنت الكلام الفارغ ده؟ ايه يا بنت البجاحه والجراءه دي؟ ازاي تكلمي امك بالشكل ده؟ ما انتيش مكسوفه على دمك لما تقولي انك انت مدلدقه روحك عليه وهو مش موافق؟ انا بقى مش هسكت، ولازم أن ابوك ياخد خبر. اه ابويا ده بالذات السبب في كل المصايب اللي انا فيها دي، اللي جوزني للجعر بتاعه بهلول الحرامي اللي بيشتغل عنده، ولما سرقوا زياده شويه سجنوا ورماني ورا ظهره زي ما اكون كلب خشب مش لحم ودم. ولعلمك، اذا عايزه تروحي تقولي له قولي له انا مش هخاف من حد بعد كده، واذا مد ايده عليا همشي واسيب لك البيت الطربه فوق دماغك. غوري غوري، من وشي جاتك مصيبه. افتحي يا سناء. يا بنتي هتفضلي قافله على نفسك كده طول النهار؟ افتحي يا سناء، هقول لابوك يجي يكسر الباب ويكسر دماغك معاه. طب طب افتحي يا دنايا، انا امك حبيبتك، عايزه اقول لك كلمتين. افتحي يا بنت الله يخليكي، افتحي يا سناء. اتفضلي اضربيني. يا سناء يا بنتي، انت عارفه قد ايه انا بحبك، انا امك، ماليش في الدنيا دي كلها غيرك. بلاش يا بنتي تنفذي اللي في دماغك ده، ابوس ايدك. انت عارفه ابوكي قرش ملحتنا منه لنفسه كده، ايش حال بقى لما يعرف حكايه الكهربائي؟ هيعمل فينا ايه يا سناء؟ انا اللي عارفه كويس قوي ان هو مش حاطط على حجره غير ابنه الظابط، وانا لو كنت طلعت واد كان زمانه حطني فوق راسه. وادك ما طلعتيش واد، طلعتي بنت، والبنت لازم تمشي طوح ابوها. وابوها يبقى مين؟ عمر الشرشابي. مش هيسيبك يا سناء، مش هيسيبك تعملي اللي في دماغك. انت يظهر ما تعرفيش ابوك يبقى مين في شارع عبد العزيز. الكلام ده على شارع عبد العزيز مش على بنته. لازم يعرف ان في واحده لحم ودم متحنطه جنبك في البيت. تعبت ياما عديت، وبعدين مش عارفه راسي من رجلي. وهي حبستك في الاوضه طول النهار، هي اللي هتعرفك راسك من رجلكي؟ يا ستي اديني بفكر هعمل ايه طيب. وبعدين انا عايزه افهم، بذمتك ودينك، هو انت والراجل جوزك ده ناويين على ايه؟ انتوا عايزين تحنطوني لغايه لما الراجل الاهبل ده يطلع من السجن؟ هكون عنست، هكون مفيش. وبعدين لو لحقتني اجيب لي عيل هرضعه شهرين ويلا حسن الختام. طب نسيبنا بقى من الزفت اللي في السجن، وخلينا في الزفت الكهربائي ده. لغايه دلوقتي انت مش ماليه ايدك منه،
قلتيها له يا بنتي بصريح العباره كده، انا هتطلق يا زيزو، هتطلق علشانك يا زيزو. رد عليكي قال لك ايه؟ ما تيجي نقضيها كده صحوبيه. فهميني بقى يعني ايه صحوبيه بين ست في ظروفك وشاب عازب، فهميها لي يا وليه. ومين قال لك ان انا كنت همشيها صحوبيه؟ احرق قلبي عليها قبل ما تفضحني يا رب. امشي اطلعي بره، دي عليا براحتك. امشي اطلعي، مش عايزه اسمع دعايا. انت يا بنت، مش انت قايله ان هو حاطط عينه من لبنى بنت لطفي؟ يا بنت ده انت اللي قايله لي. حتى لو اهو اخويا عاصم رايح يخطبها وهتغور من وشه، وانت بدل ما تقعدي تطلعي تدعي لي عليا، ادعي لي ياما بالسعاده، نفسي في الواد ياما. طب افرضي بقى ان المخفي اللي في السجن قبل يطلعك، وان الاستاذ الكهربائي وافق يتجوزك وجه لغايه هنا عشان يطلب ايدك، تفتكري ابوكي بجلاله قدره هيمد ايده في ايد الواد اللي جاي بيته يصلح له السخان؟ ما تخافيش على دي، وهاتيها واحده واحده عليا، مش كله فوق بعضه كده. وبعدين انا هقنع زيزو ان الشرشبي هيروح له لحد عنده ويقول له بقول لك يا زيزو خدي البت دي، انا مش عايزها، ايه رايك؟ طب ما تتصرفيش في اي حاجه لما تقولي لي الاول. اه لازم تاخدي مشورتي، احسن انا وانت نلاقي نفسنا مرميين في الشارع، واخده بالك هنترمي في الشارع، خليكي فاكراها دي. حاضر يامه.